بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هنتكلم عن assessment on general protein metabolism. انا ما عملتش المحاضرة دي بالعربي، انا كنت عاملة زوم ميتنج مع الطلبة اللي هم non Arabic speakers. Wait for a minute please. فهي المحاضرة دي كانت اتعملت زوم ميتنج مع الطلبة non Arabic students. فهنلاحظ ان لما تلاقي فيديو مكتوب عليه ميتنج يبقى ده زوم ميتنج. زوم ميتنج ده بيبقى فيه رغي شوية لأن هما بيسألوا وأنا برد عليهم، يعني فيه انترابشن في المحاضرة. فلو عايز تسمعها ده اللينكس بتاعتها، التو لينكس بتاعت الفيديو بتاعت الجنرال بروتين ميتابوليزم. بالنسبة للشورت اسي كويشن، أنا عملت 10 أسئلة على الجنرال بروتين ميتابوليزم وزودت كمان الأسئلة بتاعت الاندفيدوال أمينو أسيد ميتابوليزم. فأول 10 بس هما الجنرال، والأسئلة محطوطة بهدف الريفيجن، يعني بتغطي كل التوبكس وكل اي معلومه متغطيه بالاسئله دي. يعني لو حليت الاسئله دي كانك راجعت الجزء ده تمام. فانا هعدي عليهم عدد كبير من الاسئله، 41 سؤال. بالنسبه للام سي كيو اون جنرال بروتين ميتابوليزم، طبعا يو هاف تو نو ويتش از اسينشال ويتش از نون اسينشال امينو اسيد باي انيوميريشن، طبعا بالاسم. وان اوف ذا فولوينج از نون اسينشال امينو اسيد. هناخد بالنا ان العلم بيتغير مع الوقت، يعني ممكن تلاقي كتاب قديم من 10 سنين كاتب لك السيمي اسينشال حاجتين، الكتاب الجديد كاتبهم حاجه واحده امينو اسيد واحد. احنا هنستيك للكتاب الجديد ليه؟ لان في تغيرات دايما اب تو ديت. واحد من المجموعه دي نون اسينشال امينو اسيد، طبعا لازم اكون حافظهم، حافظ الاسينشال والسيمي اسينشال والنون اسينشال. نيجاتيف نيتروجين بالانس اوكيرز وين؟ عندنا بوزيتيف نيتروجين بالانس، نورمال نيتروجين بالانس، نيجاتيف نيتروجين بالانس. هل هو بيحصل كونفاليسنس، يعني فتره النقاهه او الاستشفاء from a disease with negative nitrogen balance، pregnancy، cushing syndrome، muscular training. One of the following characterizes celiac disease، له اسم تاني سبرو، فلازم نبقى عارفين السيلياك ديزيز سببه ايه. هنقرا الاربعه: allergy to intestinal endocytosis، gluten sensitive enteropathy، facilitates making use of immunoglobulins، defect in renal tubular reabsorption of amino acids. One of the following is purely ketogenic. Purely يعني بيديني ketone body فقط، gives me only ketone body. في amino acids purely glucogenic، gives me glucose only. في amino acid mixed، gives both glucose and ketone body. طبعا دول بيتحفظوا بالاسم، تمام؟ لازم يتحفظوا by enumeration، نعرف مين هم الketogenic ومين هم الجلوكوجينيك. ميثايونين، تريبتوفان، ايسوليوسين، لايسين. One of the following is not subjected to transamination. There is three amino acids which does not undergo transamination. يعني ثلاثة amino acid ما بيحصل لهمش transamination. واحد منهم هنا. أسبرتيت، جلوتاميت، ثريونين، ألانين. The collector amino acid nitrogen is. Collector يعني الكناس، اللي بيلم الامينو جروب من الامينو اسيدز كلهم، وانا سميته قلت عليه الزعيم، the boss، the president، اللي بيلم الامينو جروب from all amino acids معروف. اسبارتيك، جلوتاميك، ثريونين، الانين. اللي جلوتاميت دي هيدروجينيز كاتالايز one of the following reactions. طبعا الانزيم ده مهم جدا في عمليه الريموفر اوف امينو اسيد نيتروجين. هل هو بيعمل decarboxylation of glutamate، oxidative decarboxylation of glutamate، oxidative deamination of glutamate، synthesis of glutamine. بيعمل عملية مهمة قوي. hydrolytic deamination، hydrolysis means addition of water and breaking of a chemical bond. احنا عندنا reductive deamination و hydrolytic deamination. reductive يعني بشيل الامينو جروب by reduction by addition of hydrogen. hydrolytic بشيل الامينو جروب by hydrolysis by addition of water. اوكي، هل هو الاسباراجين، جلايسين كلافيج سيستم، ثريونين ديهايدراتيز، ذا اكشن اوف انتستينال بكتيريا اون امينو اسيدز. ماسلز جيت ريد اوف امينو اسيد نيتروجين باي، في الكتاب عندك كاتب لك التيشوز المختلفه، كاتب لك البرين، هاو داز ذا برين جيت ريد اوف امينو اسيد نيتروجين، هاو داز ذا كيدني جيت ريد اوف امينو اسيد نيتروجين، هاو داز ذا ماسل جيت ريد اوف امينو اسيد نيتروجين. How does all tissues and organs get rid of amino acid nitrogen? طبعا الامينو اسيد نيتروجين هي الامينو جروب،
وانا قلت النيتروجين toxic to the body، عشان كده ما حدش ياكل لحمه كتير، لان النيتروجين لما بيتعرض للاكسجين وبيحصل له اوكسيديشن it will produce nitric oxide, nitrous oxide, nitric peroxides، كلها free radicals وكلها destroy the cell and all of them destroy the cell. المسلز بتتخلص ازاي من الامينو جروب؟ امينو اسيد نيتروجين is converted to urea, converted to alanine, converted to glutamine, converted to asparagine، موجودة في الكتاب الإجابة. The overall reaction of urea cycle هنراجعها من الكتاب. طبعا هو التركيز كله استهلكت قد إيه عشان أصنع اليوريا. خدت 2 أدينوسين ديفوسفيت 1 أدينوسين مونو، 3 أدينوسين ديفوسفيت 1 أدينوسين مونو، 2 أدينوسين ديفوسفيت أونلي، 3 أدينوسين ديفوسفيت أونلي. هنراجعها ونراجع الإنزيماتيك رياكشن بالاسم، لأن اليوريا سايكل very very important urea cycle. Transaminases are characterized by the reaction is irreversible. هل هي reversible ولا irreversible؟ They need biotin. هل محتاجة cofactor biotin؟ They lead to net loss of amino acid nitrogen. يعني ايه net loss؟ يعني الجسم بيتخلص من النيتروجين بصفة نهائية. هل transaminases بتعمل كده؟ Requires alpha ketoglutarate as one of the substrates. هل الالفا كيتوجلوتاريت داخل التفاعل؟ السؤال اللي بعد كده net removal of amino acid nitrogen. net معناها ان انا بتخلص من الامينو اسيد نيتروجين والجسم بيخرجها من بتخرج من البادي نهائيا. to get rid of amino acid nitrogen and it will be excreted from the body forever. هل هي trans deamination, oxidative deamination, reductive deamination؟ طبعا method of removal of amino acid nitrogen او deamination مهمة جدا في الجنرال بروتين ميتابوليزم، وهي ثلاث مراحل. كربامويل فوسفيت سنسيتيز 1، ناخد بالنا عندنا كربامويل فوسفيت سنسيتيز 1 and كربامويل فوسفيت سنسيتيز 2 والابريفيشن بتاعها. The abbreviation CPS1 or CPS2 وفي فرق بينهم. characterized by يعني الخصائص بتاعته. not affected by N-acetyl glutamate, uses amide group of glutamine, cytosolic enzyme, mitochondrial enzyme. طبعا لما هنقراهم هنلاقي فيه فروقات بين كربامويل فوسفيت سنسيتيز 1 و 2. في حاجات ماشيه مع 1 وحاجات ماشيه مع 2. The normal level of blood ammonia is very important. زي ما قلت normal level of anything in the blood. normal level of blood glucose, of blood cholesterol, of blood urea, of blood ammonia, of sodium and potassium. normal level you should know the normal level. طبعا انا مش هقراهم، انت هتراجع النورمال ليفل وبالذات الامونيا لانها مختلفه عن اليوريا والامونيا توكسيك. The most common enzyme deficiency that causes hereditary hyperammonemia. في واحد سالني سؤال، بيبعتوا لي اسئله على الواتساب، هو سالني على اسم الانزيم اللي هو بيعمل hereditary hyperammonemia وقال لي ليه ده اهم انزيم. ده مش اهم انزيم. الموست كومن معناها المرض شائع وليس أهم إنزيم. هم كلهم بيعملوا هايبر أمونيميا وكلهم toxic to the brain. all of them are dangerous but they are rare diseases، أمراض نادرة. في واحد منهم شائع شوية نسبيا، يعني أكثر شيوعا، يعني مثلا 4 بيحصلوا بنسبة كل 100,000 مولود بيجي واحد عنده المرض، واللي شائع ده كل 10,000 مولود واحد بيجيله المرض. بس ده مش أهم واحد، لكن ده شائع. هل هو فيوماريز، أرجينيز، كربامويل فوسفيت سنسيتيز 2، أورنيسين ترانسكربامويليز؟ موجود في الكتاب بالاسم. The cause of convulsion in hyperammonemia متفسرة. ليه الهايبرأمونيميا بتعمل تشنجات زي الصرع كده؟ هل السبب deficiency of alpha ketoglutarate, deficiency of gamma aminobutyrate, deficiency of pyridoxal phosphate, deficiency of succinate dehydrogenase؟ Ammonia toxicity in acquired hyperammonemia. خد بالك عندنا genetic وعندنا acquired. genetic يعني طفل مولود بيها، يعني mutation metabolic disease. acquired يعني مرض مكتسب، يعني اتولد طبيعي ما عندوش hyperammonemia وجاله المرض. هل بيحصل نتيجة decreased protein intake, L-ornithine intake, portal blood shunted into systemic circulation, deficiency of CPS1 الابريفيشن مهمة جدا، كربامويل فوسفيت سنسيتيز 1، وعندنا CPS2 كربامويل فوسفيت سنسيتيز 2، وكوني علمت عليها مش معناها ان دي الاجابه، انا بنبهك للابريفيشن فقط. In the urea cycle كربامويل فوسفيت is sensitized by
CPS2، وانا قلت الابريفيشن مهمه لانها بتيجي في الامتحان. كارباميل فوسفات سينثيتايز فروم جلوتامين اند كربون دايوكسيد. اورنيسين رياكت ويز اسبارتيك تو جينيريت سيترولين. ان اسيتيل جلوتاميت از ان الوستيريك ريجوليتور اوف CPS1. طبعا اليوريا سايكل هتتذاكر، مهمه جدا جدا، لان دي ميثود اوف ريموفال اوف نيتروجين. يعني من غيرها البني ادم يموت، لو ما شلناش النيتروجين من الجسم الانسان هيموت، هيجيله كانسر. تمام؟ فاليوريا سايكل هتتذاكر من غير الفورمولا، باسماء الانزيمز، بالمواد اللي داخله التفاعل واللي طالعه من التفاعل، بالكو فاكتورز لو في كو انزيمز، بالانرجي انا بستهلك فيها ادينوسين ترايفوسفيت، لان انا هنا بصنع، عمليات التصنيع بتستهلك ادينوسين ترايفوسفيت، لكن عمليات الاوكسيديشن بتنتج ادينوسين ترايفوسفيت. اوكي، بليز اي حد هو بيقرا ممكن ياخد سكرين شوت، ممكن يعمل داونلود للفيديو، لحد انا مطبع الكتاب ان شاء الله الكتاب هيطبع وهينزل على بدايات الترم الثاني. تمام، الاسئله اللي بحطها بتبقى مغطيه كل التوبكس، مغطيه كل المعلومات اللي في الكتاب، بحيث لو حلتها بالشورت اسي كويشن طبعا بتبقى ذاكرت المنهج كله. يعني اي توبك بعد ما تخلص المذاكره تحل عليه الاسئله، ده بيثبت لك معلوماتك. لو عرفت تحل الاسئله من الذاكره ده معناه انك ذاكرت كويس، حته وقعت منك بتكتشفها وانت بتحل الاسئله فبترجع تثبتها. مع اطيب تمنياتي بالنجاح والتوفيق في الامتحان الجاي. Thank you very much and best wishes for success.